يلا بينا نروح لماركا الأسبانية. ماركا الأسبانية اللي كتبت الأبطال. أضافت الصحيفة طبعا أسبانيا تصرخ مرة أخرى من الفرح. تحدثت الصحيفة عن الإنجاز وكتبت منتخب أسبانيا يحصد لقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه على حساب كرواتيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح. أما صحيفة آز الأسبانية كتبت برضو الأبطال، يعني كتبت صحيفة أسبانيا أسبانيا تتألق أمام كرواتيا وتحصد لقب دوري الأمم الأوروبية الأول في تاريخها. موندو دوبيرتيفو كتبت ركلات الترجيح تحسم فوز أسبانيا على كرواتيا والتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في النسخة الثالثة. نسيب أسبانيا ونطلع على إنجلترا. صحيفة صن الإنجليزية كتبت لوك شو يكشف أنه يعمل على حث كل من هاري كين وديكلارن رايس للانضمام إلى المان يونايتد. ده كان سريعا أهم الأخبار والعناوين في الصحافة العالمية. هنروح لفاصل سريع جدا، بعد الفاصل نستقبل نجمنا وضيفنا النهاردة في المحترف المتألق دائما الصديق أحمد مجدي محلل الكرة العالمية، يكون ضيفنا النهاردة في المحترف بعد الفاصل.